سلام البنات، سلام الدراري، سلام المتتبعين ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا صحة جيدة. بليز دعواتكم معايا، دعواتكم معايا، لانه دعواتكم يطلعوا لي، يخرجوا لي الاوراق ديال السبيطار باش انني نمشي نعس، لانه راه صافي قتلني الحريق. ساله معايا وحق الله، صافي وليتي صابره، غير غاده هي صابره، هي صابره. دعوا معايا، الله يسهل عليكم. وبالنسبه ل عرفتوا الاخوات، ما كاينش شي وحده اللي ما دارتهاش في المغرب، ما دارتش هاد الابليكاسيون، ما دارتش راسها في هاد الابليكاسيون، ما صورتش راسها. صراحه عرفتوا احساس، وحق الله بكيت، حطيتها في ستوري. المهم دعواتكم معايا، حتى انا ترجع ليا صحيحتي ونرجع نوقف. والله واخا هادي تنقول شيء مستحيل، ولكن ربي ما كاين حتى شي حاجه مستحيله قدامه. يا ربي تنزل شي معجزه، ويا ربي يتطور الطب، وان شاء الله يا ربي يزيد يتطور الطب. لانه شنو وليت كنشوف راسي باغا نوقف بزاف، فشو وليت كنحط. دابا شي نهار نشارك معكم فيديو ديال الحوايج، وهذا مثلا كنشوف شي سواهي ولا شي بودي ولا شي حاجه، كنقول واحد النهار ملي غنوقف غنلبسهم، واحد النهار ملي غندير غنلبسهم. المهم انا حولتهم هنايا في التليفون مع تنصور دايره فلاش في سي محمد، بالتليفون ديال سي محمد. المهم اللي كيسول على سي محمد راه شويه الحمد لله تصور تحلات له الجعبه ديال ودنو، بدا داك الكيح تيخرج، باقي ما عرفناش المشكل منياش. شوفوا الاخوات هانتوما، نتمنى ان يبان لكم الصور، شوفوا يبان لكم، ولكن غالبا فمهم نشوف الا ما نسيتش غنخليهم لكم كلهم تشوفوهم. شوفوا يعني الوجه، عرفتوا كتلصق الوجه على اللبسه كتقولوا الله يا ربي. شوفوا شفتوا هانتوما عاوتاني هنايا، واحد هادي راه سبحان الله، راه نفس الفورمه، نفس فورمتي ملي كنت واقفه، راه نفسها سبحان الله. الاخوان عافاكم، اللي المرور اللي كيدوز في كومونتير كلمه طيبه غير كومونتير، بارطاجيو مع لي الناس اللي عندكم، بارطاجيو. امنيتي حتى انا يطلع ليا قناتي، امنيتي طلع ليا قناتي، وان سنة نولي فهمتو، يولي عندي واحد الصالير وهذا. وحق الله عرفتو تنتعذب، وحق الله ونوض نصور، ما كيكون في بحال اليوم. المهم هاد الايام كلها من مورا داك، من مورا الزلزال عرفتو نفسيتي راه دمرات، ومع الاوراق، وكنت باغا نعس في السبيطار، وبزاف ديال الحوايج نفسيتي دمرات بزاف ياكو. و دي معايا لانه تنتذكر تنشوف اي حاجه درتها ما عنديش فيها الزهر، باغا شي حاجه اللي ندخل بها الصالير، تيقول لك وخدمي على راسك. وهنا نتوما راه درت السوشيال ميديا اللي ما فيهاش زعما اللي غادي توسط لك شي حد، صافي كتعرف تليفون تحط كونيكسيون، هذا درتها لحياتي اللي من تنادي. نتوما كتشوفوا دابا راه تقريبا 3 سنين اونس، راه طالعه في 3 سنين اونس، درتها في 2019 مع شهر 4 ولا ما نعرف، راه دابا ماشي 3 سنين، راه طالعه نقول راه 4 سنين وشي شهرين ولا ما نعرف. وعاد 10 سنين ديال المعاناه، 10 سنين ديال العذاب، 10 سنين ديال سميتو شي حاجه اللي ماشي مستقره اولا كتحسني، شي حاجه بالعكس اللي غاده وكتدهور. يعني شفتوا نتوما عشتوا معايا تقريبا من 2019 لهنايا، يعني جوج عمليات، حاله ديالي كتدهور، وحق الله تتصدمت في راسي. اليوم معايا حلمي تحقق، عرفتوا رجليا ما بقيتش كنقدر نتنيهم، الشوفيه ديالي ما بقاتش مقاده من التحت، لانه الصباط اللي كان عندي كنت كندير شحال هادي، مع تزاديت في الوزن بزاف ما بقاش تيجي قدي. ما عرفت زعما حاديه راسي، كندير بزاف ديال الحوايج، كنحاول انني نحرك علاش ما قديت الترويج، تنحاول بزاف ديال الحوايج، ولكن الخزول ما عرفتش شنو غادي ندير. والله ما عرفت شي حاجه زعما اللي غادي
نديرها و ما عرفتش والله ما عرفتش الهضره كتسالي ليا والله. المهم بغيت تكون في هذا لا فيديو هذا ديو معايا غير تحقق لي حلمي نلقى انا العلاج ديالي تحقق لي حلمي نلقى العلاج ديالي ويتصايبوا لي الوراق يسهل لي ربي في هذه الامور الوراق. انا هذا الفيديو كنديرو معاكم ما عرفتش فوقاش غنحطو ولكن لا غدا ليه اليوم الحد لا غدا ليه اثنين غادي نمشي. المهم نقدر هذا لا فيديو تحط ثلاث اثنين عاوتاني غنخرج السير شوفي الوراق شوفي الكاتب عمومي شوفي هنا شوفي هنا شوفي هنا. المهم ما عرفتش غنصور فيديو ولا لا لانه ما كنبغيش نبقى نشكي وهذا ما كنبغيش نبقى نصور. ما عرفتش كتكوني معصبه كتكون زلات اللسان كتبداي تهضري كتبداي تخرجي داكشي اللي في قلبك. كاينين بعض الناس كيشدوك غير من دوك الكلمات كيبداو ما تفهمش ليا انا هادشي. يعني انا ملي كنوجه الميساج ما كنوجههمش للموظفين ولا كنوجه المهم اي جهه معنيه بداك الموضوع كيتوجه لها الميساج لانه راه حنايا هاد الحالات راه مزمنه راه مادام كنا راميد وتغيرنا الامر علاش غيديروا لنا هاد العذاب وهاد العرقله وهادي وهادي. واش انا ما غنهضرش في التليفون راه ما يمكنش ما غاديش ندير كونيكسيون راه ما يمكنش. انا نقول لكم التليفون يعني ما ابي العاديه ما كنديرهاش يعني ابي العاديه دابا كلشي واتساب قرب كلشي كندير كونيكسيون يعني العرض كنديرو راه ما عرفتش هاد المشكل اللي عندي انا ما فهمتوش وحق الله ما تفهمني ولا حول ولا قوه الا بالله والله. المهم البنات والله الا عرفتوا فاش درت داك التصاور ديالي انني انا واقفه وحق الله تصوروا كنبقى نرجع ونشوف ونتنقول يا ريت يا ربي ما تحرمنيش يا ربي ما تحرمنيش عاوتاني نرجع نوقف يا ربي ما تحرمنيش من هذه اللحظه يا ربي. حيت دابا بزاف غتقولي تقبلي الواقع متقبله الواقع ولكن راه ما غيحس بك حتى شي واحد ما يحس بك بانك شنو كتعيشي ولا شنو عندك. شوفوا نعيا من نهضر عليا من عبر غيحسوا بيا الحالات اللي بحالي راه كيجي واحد الوقت كتوحش ان بعض المرات كنقول صافي راه غادي نوطع على رجلي صافي راه غادي نوقف. تصور غير هذاك انك تفيقي من النعاس وتلقاي راسك راه احساس ما نتمناه حتى شي واحد والله ما نتمناه حتى شي واحد. المهم غادي نخلي لكم التصاور في الفيديو وغادي تشوفوه وتشوفوا التصاور انتم البنات. شوفوا الله يفرج يا رب تصور من بين الامنيات ديالي هي نمشي للحج ونرجع واقفه. هذه اللي قلت لكم في اللايف شوفوا فوتوكوبي ديالي ملي كنت واقف فحال هكا. شوف هادي اللي درناها فتاهي في الشعر هادي سبحان الله هادي. المهم اللي غيقولي البنات تبيني شعرك عريان هادي راه فقط ابليكاسيو الا وجهي اللي محطوط. ها انت يا اختي تاني شوفي شوفي اختي ما شاء الله يا ربي ان شاء الله يحقق ليا حلمي ونوقف. ها انتما هادي هزيت طوف حطيتها هنايا هادي اختي هادي انا هي حيدات لي البنتي الكروس. عاوتاني شوفوا هادي البنات شوفوا هادي هانتي اختي هانتي الله يفرجها وصافي. هاي هادي وريتكم قبيلة قريبة هانتي اختي هانتي اختي هانتي الله يتجني البكية هانتي اختي هانتي هانتي اختي هانتي اختي الله يشافيني يا رب. وهنا نقول لكم اختي سهل الفيديو والله يفرجها من عنده يا ربي.